أول خسارة بالبطولة كانت أمام الأنصار. طبعا أمر صعب يمكن الصفا يخسر خسارتين متتاليتين، عم نشوفها بهالوقت إذا الفريقين عم يدخلوا إلى أرض الملعب ومتأكدة من وجود اللاعبين 22. وبهاللحظات إذا هادي سلامة عم يعلن عن انطلاق المباراة. هلا حيسدد أو رح يلعب الكرة داخل المنطقة، محمد حيدر بيلعبها داخل المنطقة، جول! إذا مش بالقدم بالتسديد بالراس علي السعدي، عم بيفتتح التسجيل لجمهور الصفا. قلنا علي السعدي ممكن يسدد، ما سدد علي السعدي. مين يلي لعب الكرة؟ محمد حيدر الحريف على رأسه لعلي السعدي يلي عم بيفتتح التسجيل وعم بيهدي الهدف للمولود على طريقة بيبيتو بال94. نمرة عالية جدا والكرة داخل منطقة الجزاء. محمد أبو عطية هلا حيتمكن من التسديد، عم بيسدد إنجاز إبراهيم موسى على عمر الكردي. الكرة ملعوبة مباشرة داخل منطقة الجزاء على نفس الطريقة. إبراهيم موسى كان ممكن الكرة تباخت وتدخل الشباك. من الطرف الأيسر بهاللحظات هادي سلامة عم بيعلن عن نهاية المباراة بفوز الصفا بنتيجة 1-0. بلا شك يعني كل ماتش عم ننزل نلعبه ماتش بطولة علينا، ماتش الجاي هلا خلص اليوم، بدنا نفكر مباراة الجاي، مباراة النجمة، مباراة دوري، مباراة تخليك بالصدارة لتوصل لمباراة العهد، مباراة الفاصلة. مثل ما بتعرف من 4 سنين وصلنا نحن والنجمة على نقطة واخذنا البطوله، ان شاء الله هاي السنه بنوعد لنا جمهور الصفا مثل من 4 سنين اخذنا البطوله، ان شاء الله هاي السنه رح ناخذها نفس ما اخذناها ضد النجمه.